السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل رمز الجرس قبل مشاهدة الفيديو. السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من أسعار العملات لنهار اليوم الأحد 14 أفريل 2024. أسعار العملات تتبدل ما بين الولايات ومن يعني تختلف من ولاية إلى أخرى، وأيضا تتبدل ما بين الفترة الصباحية والفترة المسائية. إذا سعر الشراء 100 أورو راهم يشرو فيه 2,400,000، أما سعر البيع تاعو 2,420,000. وكما قلنا لكم كل ولاية والبري تاعها تختلف يعني حسب الكمية وحسب المنطقة. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على رمز الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في مواعيد لاحقة.